لسموحه، وسموحه برضو من الملفات دايما المشتركه، يعني في دايما ملفات مشتركه ما بين سموحه وما بين النادي الاهلي. انا معايا على التليفون المتميز المدير الفني الرائع كابتن احمد سامي. يا كابتن سامي مساء الورد. ازيك يا ابراهيم، عامل ايه؟ وحشني والله. هل تعلم انه حضرتك وحشني؟ هل تعلم؟ اه والله وحشني انت جدا. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام يا رب دايما في افضل صحه. عجبني تعليقك على الجزء الطبي بتاع الماتش بتاع النهارده. ربنا يخليك يا رب يا كابتن سامي. هو حاجه مقلقه، يعني انت بحط نفسك في المشهد ده كده، تخيل مدير فني، حضرتك مدير فني دلوقتي لفرقتك، وحصل المشهد ده الواحد قلبه مخلوع. يعني انا ما عندناش يا ابراهيم. ما عندناش؟ ها؟ لا 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 ما عندناش. ما عندناش ومش محتاجه فلسفه، ما عندناش الامكانيات. شفت التنظيم عامل ازاي؟ شفت السرعه، لا الدقه؟ هو اكتر من التنظيم الاستعداد. استعداد. انت ممكن تكون منظم بس انت مش مستعد. استعداد في الوقت المناسب، الحاجات موجوده. وكل قبل كل ده الاعمار بيد ربنا، انت ما بتقولش أيوه. حاجه. ايوه ايوه لكن هي اسباب. القصه ان انت عملت اللي عليك. ايوه ربنا يا رب يسترها يا رب ويعديها يا رب. وادينا يعني احنا بننشد من كل من هو مسؤول عن الرياضه في مصر يساعدنا واحنا نساعد بعض عشان الملف ده يكتمل. يعني خد بالك ده احنا كده وبنتكلم واحنا يعني ايه في الاكابر في الدوري الممتاز، فما بالك بقى الغلابه بقى بيعملوا ايه تحت في الرابعه وفي الثالثه وفي الممتاز به. ده موضوع والله يا كابتن سامي. ربنا يسترها يا رب، اللهم امين. طيب خليني اسالك بقى على مباراه مهمه، الاستعدادات لماتش بيراميدز، هذا اللقاء المؤجل شغال عليه ازاي؟ عارف دايما عندك مذاكره، عندك دايما حضور في المباريات اللي شبه كده، ويمكن تاجيل المباراه انتوا حتى كمان كنادي كنتوا مرحبين بده. هو يعني الحمد لله على كل شيء طبعا، بس هو طبعا اخر ماتش عندي برضو لعيبه كتير توقفت الماتش ده، يعني لعيبه كتير يعني عندك غيابات. عندك غيابات انت برضو بالماتش اللي جاي ده. عندي غيابات الماتش الجاي، يمكن خط كامل يعني. يعني هو في الاخر انت بتلاعب فريق بيراميدز، فريق فرديه كبيره جدا، وفي الاخر الاستعداد ليها بيبقى زي استعداد كل ماتش، بس طبعا هم مميزين في قدراتهم الفرديه واسامي كبيره جدا وفرقه قويه يعني. بغض النظر عن نتائجهم في الدوري، بس هم في الاخر فرقه قويه وبقدوا بشكل كبير جدا في بطوله افريقيا الكونفدراليه، بس هو طبعا في الاخر هم عندهم فرقه قويه، فرقه امكانيات، فرقه مش يعني ما هم في الاخر عندهم ماتشات متاجله، وفي الاخر هم لو الماتشات دي كسبوها يخشوا في المربع. ايوه يعني هنحاول على قد ما نقدر، احنا طبعا احنا فوقيهم في الترتيب بس ليهم ماتشات متاجله، بس انا هحاول بشتى الطرق ان نحاول نعمل نتيجه ايجابيه. وماتش طبعا مستاهل لان لها فرقه كبيره يعني. صحيح. طيب بسال حضرتك في جزئيه احمد عبد القادر، هل انتوا فعلا طلبتوا تجديد الاعاره بتاعته؟ انت ما شاء الله اللعيبه عندك بتيجي تنور يعني، ده دايما التعبير اللي بيستخدمه عندك يعني. هو الحمد لله يعني هو كده كده مش محتاجه تجديد، هو كده كده عبد القادر ماضي سنتين اعاره سنتين من النادي الاهلي، بس النادي الاهلي من حقه ان هو يقطع الاعاره في اي وقت لو محتاج اللاعب. لكن لغايه دلوقتي ما فيش طبعا، بتبان اخر السنه، لكن احنا يعني في الاخر يعني عبد القادر يعني عمل تطور عندنا بشكل كبير وعنده امكانياته كبيره. في اخر السنه بقى التقييم بقى نادي الاهلي محتاجه ومش محتاجه، هي دي اللي بقى في الاخر انت هتستنى قرار نادي الاهلي. صحيح. لكن في الاخر هو طبعا الاعراب ملاعيبه مميزه زي مصطفى وعبد القادر ده حاجه بتضيف للفرقه، بس في الاخر انت في الاخر بتبقى حاجه لنادي، لا بتبقى حاجه يعني تبقى الاعارات قليله في النادي تبقى احسن بعد. علشان ما تقعدش بتبني في غير ملكك. بالظبط عليك نور، بس هو في نفس الوقت انت محتاج برضو طبعا بعض الاعارات، لانك انت عندك كانت المواسم مضغوطه، فكان الباشمهندس فرج والاداره مش قادرين برضو تقدر، ما عندكش الوقت الكافي تتفاوض مع لعيبه، ودي برضو مشكله كبيره جدا الدوري لحن في بعضه. ايوه. كان مشرفني الكابتن احمد ناجي، وكابتن ناجي قلبه على قلبك قوي يعني، فبيقول لي على الهواء قال بس يعني احنا كنا بس محتاجين ايه تخشينه كده بس من المهندس فرج عامر، يعني صفقتين ثلاثه. محتاج التخشينه فين بالظبط؟ لان يعني انا عارف ان انتوا تيم ما شاء الله يعني. هو باشمهندس فرج مش متاخر في حاجه، بس لو قلت لك الموضوع كان غصب عن كان توقيت
من السنه الجايه ان شاء الله احنا بنشتغل من دلوقتي للسنه الجايه بشكل كبير. وفي نفس الوقت انت محتاج طبعا، انت في ناس كتير ممكن تخرج على حسب قرارات الاعاره، هي محتاج طبعا بعض التدعيمات بشكل كبير جدا. عندنا برضو يعني في بعض المراكز ما عندي بقى بلاعب لعيبه في غير مراكزها يعني. ايوه دي المشكله. في السنه الجايه ان شاء الله ربنا يسهل وتعدل القصه يعني ان شاء الله باذن الله. طيب ناصر ماهر فعلا طلبته يرجع تاني؟ ناصر ماهر خلي بالك مش بعيد عني يعني. ناصر ماهر لعيب انا على المستوى الشخصي يعني خلفه لعيب قصه تانية خالص، ويستاهل مش يبقى كمان المنتخب الاولمبي، يستاهل لو خد فرصه النادي الاهلي. انت عارف النادي الاهلي طبعا المشاركه بتبقى صعبه. ايوه وفي نفس الوقت ما فيش بيبقى صبر، خصوصا الاهلي في بطولاته ورا بعض الفتره الاخيره، فما فيش صبر على اللعيبه او ما فيش نفس يعني في الاخر، وعايزين يشتغلوا فول تيم، ما فيش صبر على اللعيبه. وناصر كان مش محظوظ ان هو اتعور، قال له خلع الكتف اول ما راح فتعطل شويه، لكن ناصر انا بالنسبه لي لو شارك لو كان يعني طبعا كل حاجه في الاخر، لو كان استمر معانا السنه دي كمان كان ممكن يروح المنتخب الكبير. انا شايفه في حته كويسه جدا يعني، لان طريقه لعبه مختلف عن قفشه. الناس بتقارن ناصر بقفشه. ايوه طريقه لعب ناصر مختلف عن قفشه بعض الحاجات. زي ايه زي ايه زي ايه؟ لا ناصر قفشه ممكن يشتغل من العمق اكتر يعني، ممكن يتمركز في العمق اكتر جنب راس الحرب. ناصر عنده القدره دي، وعنده القدره ان هو يشتغل على الاطراف بوشه زي فرجاني ساسي كده، يبقى رقم 8. ايوه يبقى رقم 8. انا بقول لك يعني ايه حته اللي هو قدام رقم 6. أيوه ممكن يشتغل ويكمل فيها، وفي الاخر انت ممكن تلعب ديفندرين وهو قدامه ديفندر ورقم 8 برضه مش رقم 10. صحيح. يعني عايز اقول لك الرؤيه عند عند ناصر حاجه مختلفه عند يعني. كان السنه اللي فاتت اخر 10 ماتشات من ساعه ما انا مسكت يعني الفرقه كان بيعمل اسيستات، واكتر واحد عمل اسيستات في الدوري السنه اللي فاتت، كان بيجيب اجوان يعني، كان عنده قدرات فرديه غير طبيعيه يعني. صحيح. يعني انا الواحد بيصعب عليه برضو اللعيبه اللي زي دي بتتعطل كتير. صعبان عليك يعني؟ هو صعبان عليك عايز ترجعه تاني؟ لا مش صعب، انا صعبان عليه يشارك. انا بغض النظر هو طبعا راي اللعيب، هو لو هيطلع اعاره هيجي سموحه. هيجي سموحه. لكن هو لو يعني لو هو بقى هيتباع بره او حاجه زي كده، او هو هيستحتفظوا بيه ويشارك دي حاجه برضو تفرحني. خلي بالك يعني النادي الاهلي انت عايز تشوف في الملعب. انت بالنسبه لك عايز تشوف في الملعب. صحيح. طبعا. كابتن سامي انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وربنا يا رب يكتب لك دايما التوفيق. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ومساءك زي الورد.